أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في جريدة قيد عنوانها بلفظ يا رسول الله، فما حكم ذلك؟ مش بعده، مش بعد الكلام هذا، لا تقطع الكلام وجيب سياق الكلام حتى نعرف وش المقصود. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا في إجابة سابقة، لأن بعض الصحابة الذين يرون الحديث يقولون، يسألون الرسول يقولون يا رسول الله، وقد تعثر على هذه الكلمة وتظن أن هذا دعاء للرسول، لازم يجاب الكلام كله. نعم.